اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده من برنامجنا الشهير اكله ام. اكله ام النهارده ببساطه وسهوله هنعمل اكلات بسيطه، ولكن عايزك تخش المطبخ وتحط في الاعتبار ان الماتيريال بتاعك في متناول الجميع. معانا بتنجان النهارده، هنعمل طبق فته جميل جدا بالبتنجان واللحمه المفرومه. دي مدرسه، الطبق دي في كل حاجه، في البتنجان بروتين والياف لطيفه، في طحينه، في زبادي، في لحمه مفرومه، يعني مكونات الطبق عيش مقرمش او محمص، مكونات الطبق تغنيك عن اي حاجه في السفره، ولكن لازم يكون موجود طبق سلطه. معانا لحم النهارده، ممكن نعمله شيش كباب او كباب حله، الاثنين واحد مع بعض. الكباب الحله اللي هو بيتعمل في حله، والشيش كباب بيتعمل في الاسياخ. معانا فراوله، هنعمل مافن الفراوله النهارده عشان اطفالنا الحلوين بيحبوا الفراوله. الفراوله انا من الناس لما اجي اكلها يحط عليها سكر يا عسل، ما اقدرش اكلها لوحدها، شويه حموضه، في البعض بياكلها، انا احب دايما اكلها جوه الكيكه، جوه الكب كيك، جوه المافن، بيبقى طعمها حلو، بتاخد قرفه، بتاخد فانيليا. هنشوف نعملها مع بعض ازاي. عدل السفره بتاعتي دي شويه رز بالزعفران، هنشوف نعمله مع بعض ازاي. عدل الشيش كباب بتاعنا او الفته بتاعتنا يتطلب جنبها شويه رز. مش عايز اطول حضراتكم لان عندي تفاصيل كتير ومعلومه غير معلومه، وكمان ببساطه بمقادير قليله وبتكلفه قليله تخش المطبخ تعملي اكل بفكر تاني. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. شفنا البتنجان بالصوره الحلوه بتاعته على الشاشه، اسود اه بس جميل. طب نستاذن حضراتكم مقادير فتت البتنجان باللحمه والطحينه على الشاشه. معانا بتنجان، معانا طحينه، معانا لحمه مفرومه متعصجه ممكن عندك في التلاجه وعصقتيها، معانا زبادي، معانا فلفله حلوه، ثوم، كزبره، عصير ليمون، كل المقادير دي، بصله ناعمه. هنشوف نعمل ازاي الصلصه اللي هنعمل بيها الفته واللحمه المفرومه. الطبق ده فيه كل العناصر الغذائيه. طبعا معانا عيش محمص جاهز معانا، ده الاساس اهو زي الفل. هنخليه بعدين هنكسره مع بعض ونتكلم عن تحميص العيش لعمل فته البتنجان. معانا البتنجان ده من خير ارضنا، بنشيل طبعا ده كده. في اماره هنا تقول لك ان البتنجان هنا جوه هتلاقي قلب ابيض زي الشيف المغازي كده، أول ما تلاقي الزهرة بتاعته دي خضرة تعرف إن البتنجانية من جوه لونها أبيض. حلو أوي، نفس القصة. في طريقتين نسوي بهم البتنجان، يا إما نحمره في الزيت يا إما نشويه في الفرن زي ما أنت عايز. هنشيل ده كده مع بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ إن إحنا مقطع البتنجان. أنا من الناس بقى اللي بيحبوا البتنجان ده كده بشكله. يعني يا شيف ما ينفعش أقشر، ما ينفعش أقشر البتنجانية كلها. أه. هو ده الكلام. أيوه. بصوا بقى، سألني المخرج سؤال حلو أوي. طبعًا ده إخراج، بيقول لي البتنجان القشر بتاع البتنجان بتتحمر ولا لأ؟ ربنا لما خلق البتنجان بسماره وجماله ده كده حاجة لطيفة قوي، وسبحان الله البتنجانية السوداء تلاقي قلبها أبيض كلها، بس السواد ده جمال، فلازم نخلي من السواد أمارة في البتنجانية واحنا بنقطعها، سواء بتعمليه مسقعة، سواء بتعمليه دلوقتي فتة. حلو الكلام؟ اه. حتى لو هتعمليه مربى، اه في مربى البتنجان. حلو؟ اه. إخواننا في الهند بيعملوها وتعلمناها منهم زي مربى الايه؟ المانجا كده. اه. حلو. اتعمل ازاي؟ تدفع كام؟
زيها زي المانجا. فنجان بيجي طازه، ابو قلب ابيض الحلو ده كده، ويتقطع شرايح جميله، وتحط في محلول سكري مع ماده جيلاتينيه. يا جمال البتنجانيه وقلبها الابيض. ما تجيب البياض ده يا شفيق، ليه حارمني من البياض ده؟ اهو 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 بتسرح مني، ما اعرفش بتروح فين. اهو 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 هو ده. اهو حلو اهو، تمام. نقطعها كده، قول لي بس. اهو شايفين السواد؟ اهو حلو اهو. نفس القصه دي، كبيره شويه، اخوتها كده. دايما احنا ظالمين البتنجان في المسقعه وبس، ليه ما تبقاش زيه زي الكوارع زي العكاوي نعمله فته؟ اه شفت السواد في البتنجان مديله شكل ازاي؟ بالله عليك تخيل الشكل اللي قدام حضرتك ده، لو هو كله ابيض اللي هو لون البتنجانيه. طبعا انا بقطع بسكينه منشار، خلي بالك هي اللي بتساعدني في التقطيع الحلوه دي كده. لازم يكون عندك في المطبخ الحاجات ديت، سكينه منشار. تقطعي بيها توست، تقطعي بيها خبز سندوتشات، تقطعي بيها عم البتنجان ده كده بالشكل ده كده. ناخد البتنجان ده يا عم الشيف، الكميه دي حلوه قوي لانها لما تتحمر هتخس شويه، بنقليه في قلب الزيت عشان عندنا شغل كتير لسه النهارده. هوريك دي. حاضر يا فندم، ما تخافش، المال الحلال ربنا مبارك فيه. بيقول لي المافن اخباره ايه في الفرن؟ انا احط البتنجان في الزيت وناخد بعدينا ونشوف اخبار المافن. هناخد البتنجان ده زي ما هو كده في زيت درجه حرارته عاليه جدا. ونسقطه في قلب الزيت. اللهم صل على النبي. القلايه بتاعتي بسم الله ما شاء الله مساعداني زي الفل. ما عندكيش قلايه زي دي كده، حمريه في طاسه مفيش مشكله، بس لازم زيت غزير كانك بتحمري طعميه. البتنجان من الخضروات لما بتتقلي بتخس شويه، خلي بالك كده. البتنجان جاهز في النار، بننساه شويه، عندنا شغل تاني مع بعض. ايه رايك تبص على الفرن؟ يلا مع بعض نجيب لحظه بلحظه ولاده المافن. بص على الصوره الحلوه، عايز البتنجان يتحمر معاك بسرعه، مش عايزاه يشرب زيت، تلدنيه. يعني ايه مصطلح التلدين بالنسبه لك يا عم الشيف؟ يعني يتحمر نص تحميره وبعدين تشيليه من الزيت وبعدين تسقطيه تاني. فكره التعامل مع البطاطس المقليه فرايد. يسيبه في قلب الزيت ونكمل حكايه الفته. شغلها كتير الفته على فكره. البتنجان في الزيت زي الفل، لسه شويه معاه بوله. طبق الفته ده مكون من خمس حاجات بجد، طبق فيه خمس حاجات مع بعض، يعني واخد مجهود كبير. رقم واحد تقطيع البتنجان وقليه في الزيت. رقم اتنين العيش المحمص بتاعنا اهو. رقم ثلاثة الخلطه بتاعت الفته اللي هي الزبادي مع الطحينه والخبره الطهويه. رقم أربعة الشوربه او البهريز اللي هنشرب بيه العيش بتاع الفته. رقم خمسة الهبره اللحمه. حلو الكلام؟ على عينك يا تاجر، خمسة وخميس. حلو، هنشتغل دلوقتي في ايه؟ في الخلطه او البهريز او الشوربه بتاعه الفته. نعملها مع بعض ازاي؟ طاسه على النار فيها قليل من زيت الزيتون مع شده الحراره، حلو قوي، مع مكعب من الزبده. عايز اعمل شويه بهريز حلوين كده ناكل بيهم العيش. ما عندناش شوربة كوارع ولا عندنا شوربة عكاوي ولا شوربة لحمة ضاني، نعمل ايه؟ معانا الشيف المغازي بصلاية ناعمة، فص توم ناعم. اللهم صل على النبي. والكباب واللحمة بتستوي على، أنا عايزك تنظمي وقتك في المطبخ زي ما أنا شغال كده، الأكل يطلع مع بعض. هتقولي لي عملت الحلو الأول، عملت الحلو الأول ليه؟ عشان ده انا على الشاشه، فده هياخد وقت كبير، فانا خلصت منه قدام عينيا وحياه عينيا. بصلايه حلوه، فص توم حلو قوي، قليل من الكزبره الخضراء،
معلقة فلفلة حلوة، معانا قرن فلفل محترم زي ده كده. كل ده لسه ما جيتش عند الخلطة بتاعت الفتة اللي هي الزبادي والطحين. ناخد ده كده حلو قوي، بناخدهم مع بعض كده. اللهم صل على النبي. تمام، معانا طماطم شيري، ونقلب دول كده مع بعض. الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه طبق الفته اللي فيه خبره طهويه ده؟ بهاراتنا يا عم الشيف، ملح، فلفل، بابريكا، شويه سماق حلوين بما ان البتنجان يحب السماق، شويه كمون لمشاكل الكولون مع البتنجان، سنه بابريكا حلوه سبايسي عالي، ونقلبها. الله اكبر، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ بتعمل من يقول لك الشيف المغازي بيعمل لبن العصفور من مفيش حاجه. في حاجه بتقولك كده يا شفيق؟ من الشربات فسيخ ولا من الفسيخ شربات؟ معلقه خل صغيره، معلقه خل صغيره، هي دي هي دي هي دي هي دي. واسيب دول على النار. حلو قوي، وعندي لحمه مفرومه، الله، متعصجه زي الفل. وعندي السرفيز اللي اقدم فيه الفته بتاعتي اهو زي الفل. تمام، طبق العيله، طبق الطبليه اللي تجمعنا كلنا. فين ايام الطبليه؟ ترجع تاني، الخير هيعمنا والبيت هيلمنا. ناخد العيش ده كده، اللهم صل على النبي. دي العيش المعمر اللي بنجيبه من اي مخبز، بنكسره كده. لا دي مش هتاخد رز يا غالي. بيقول لي دي فته تاخد رز؟ طبعا متعارف على الفته لازم تاخد رز، سواء بنعملها باللحمه سواء بنعملها كوارع، بس الفته دي بريئه من الرز. انا خليكي تاكلي العيش ده وتسيبي كل حاجه، انا احنا مخلصين. بس طبق الفته دي في حاجات كتير قوي. نعم، حاضر، هفتح. عايز تشوف اللي في الحل انت؟ انت عينك اللي في الحل، انا عارف. افتح كده وجيب لي اللحمه كده يا شيف وبتاع، واخد بالك انت ازاي؟ والله العظيم ما حطيت ذره ميه. او الميزه بقى في العيش ده هياخد في ليفر جامد جدا دلوقتي. نجي للحله بتاعتنا الحلوه دي كده، اللهم صل على النبي. يلا خلص الكلام. بص على الحلاوه هنا بالله عليك، بص هنا، بص هنا، لوحه فنيه من خبره طهويه. البتنجان اخباره ايه؟ فله. اللحمه المفرومه جاهزه، كل ده جاهز. نجهز الخلطه بتاعتنا، الزبادي، مع الطحينة، خلي بالك تعرفي الشيف الشاطر من خلطة الزبادي مع الطحينة والتيست العالي عشان تعملي صلصة الفتة دي. طحينة وزبادي، حلو الكلام. أول بأول كده نوسع لنفسينا ونمسح كل حاجة مع بعضينا واحنا شغالين كده واحدة واحدة. ثوم طازة، بقدونس مفروم ناعم، اوعى تحط كزبرة، الله يرضى عليك، ازعل منك. خدتينا في ناحية تانية خالص. شوية ملح مع زيت زيتون، بس خلاص نقلب دول مع بعض. تاني عملت ايه يا عم الشيف؟ طحينه،
زبادي، قد ايه المقادير؟ واحد كوب طحينه، الكوب اللي عيرتي بيه طحينه تحط قباله ست كوبايات زبادي. خلص الكلام. مع بقدونس، مع نعناع اخضر، مع ثوم، مع ملح، مع زيت زيتون، كل دول مع بعض ونخليهم على جنب. حلو قوي. وناخد بعضينا ونجيب الحله دي. يلا نبدا مع بعض. طبق الفته، بص على الحلاوه دي كده، بص على الحلاوه. الله عليك الله عليك يا محترم. البهريس كله، البهريس كله. ونخلي دول عيسوا. ننزل باللحمه المفرومه. طبق فته للحبايب وبس. شفت اللحمه المفرومه دي كده؟ البتنجان بتاعنا المتحمر الجاهز، اللهم صل على النبي، زي ما هو كده. الله عليك يا عبد الشيف. شويه بتنجان، اللهم صل على النبي، من خير ارضنا. زي ما هو يا باشا. دي لوحه فنيه والله، مكلفاني ثلاثة تعريفه. دي لحمه مفرومه، اللهم صل على النبي، عشان لما نقول حقوق الطبع لدينا وبس، مش من فراغ، خبره السنين تقدم. حاضر والله، بهرب منه يا شفيق حبيبي يا شفيق والله. بيضعف قدام الصوره الحلوه زي الشيف المغازي كده، لما يضعف قدام اكله حلوه. لسه ما خلصنا، لسه اوريك كباب حله دلوقتي. نروق الدنيا دي كده، حلوه قوي. ونقدم ده كده، اشيل غيرك اقدمه لك كده في مكان حلو. حاضر زي ما انت، زي ما انت. حاضر حاضر والله. عيش يا باشا، انا هطلع بالاستوديو واسيبك تعيش. بهزر. اللهم صل على النبي. انا هديك صوره دلوقتي احلى من اللي انت شايفها دي، بالله عليك. شفت ليه سايبين البتنجان فيه سواد؟ حلو، عظيمه حبيبي. يلا خش على اللي بعده. اللي بعده عينيا. يا ويلي يا ويلي. قسم قسم. شفت الجمال ده كده؟ لسه ما خلصتش. دي الطحينه. اوعي داري الجمال، هو ده. زي الفل. معانا الخليط ده كده. يا ويلي، هو ده. شفت الحلاوه؟ الصوره الاولى ولا الثانيه بقى؟ بالله عليك بالله عليك يا ولدي. الا اللي في الطاسه ده، قال لك السر في الطاسه والمغازي جاب الخلاصه. الف انا وشيف اللي ياكل. طبق فته فيه خبره طهويه تفوق المشتريات بتاعته. بتنجان، شويه لحمه كانوا في الثلاجه مزنوقين في الفريزر جبناهم، عيش محمص يتقدم هنا بألف انا وشيف. ما تزعلش مني عشان وقتنا خلص. الحب الحب الحب، تخش المطبخ تعملي كل حاجه بحب. يعني رؤيه، فن، ابداع، بتشوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.